إن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية قام بتزكية الكبير بالعربي على رأس لائحة جماعة الصخيرات نظرا لكفاءته ولمحبة ساكنة الصخيرات لهذا الرجل. نتمنى له التوفيق ليمثل الحزب أحسن تمثيل في هذه المعركة الانتخابية التي ستكون يوم 8 شتنبر 2021. نتمنى له التوفيق التوفيق إن شاء الله. سي الأستاذ جمال، على الثقة اللي حضينا بها اليوم تزكيتنا على رأس لائحة جماعة الصخيرات حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية.